سعيد لم ينسحب ولن ينسحب سيد المدير فهم، بالعكس قال إن نسبة هذه المشاركة الضعيفة دليل على أنه أو نعيش حصاد كره تونسيين للبرلمان، بالعكس ونشاهد كرونيكورات في البلاطوات الإعلامية هذه الأبواق السلطة كما وصفها بيان نقابة الصحفيين التونسيين، يقول لك لا هذا دليل أنه التوانسة ما زالت عندهم ثقة في سعيد، هو ما زال مواصل المشوار. وقت تشوف دخل الحرب ما انتهى من انتخابات في يومين فتح واجهة جديدة مع اتحاد الشغل. إذا كان هذا الرأي رأي السيد الرئيس بأن الشعب التونسي مل أو هذه النسبة الضعيفة جدا، وكما كان الأخوة يؤكدون ذلك والرأي العام الدولي المراقب يصفها بأنها أدنى مشاركة مواطنية في الانتخابات، وهذا يؤكد أن الشعب التونسي مل ومج البرلمان، فعليه أن يعزل هذا الانتخاب وهذا البرلمان ويحيل على المعاش. لماذا برلمان إذن بهذا المنطق في منطق السيد رئيس الجمهورية؟ المولدي نعم نسمعكم الآن. أنتم حاول الله ينورك أنك تغلق اللوبارلور لأنه يرجعك الصدى. أنتم كحزب جمهوري كنتم حاضرين معنا سيدتكم السيد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري في أكثر من حلقة هنا، وكنتم تنبأتم بهذه النهاية وهذه النتيجة الضعيفة للانتخابات. ما يهم الآن كأحزاب معارضة ماذا بعد انتخابات 29 جانفي؟ ماذا بعد هذه الانتخابات؟ لا شيء إلا أن تلتقي كل القوى التي يهمها وضع تونس وما لها أمام عينيها المصلحة الوطنية لإنقاذ البلاد، بأن تلتقي على برنامج أدنى يضمن إنقاذ البلاد، لا شيء آخر ولا طريق آخر أمام كل نفس وروح وطنية حزبية كانت أو هيئات المجتمع المدني، وطبعا لا خيار ولا مندوحة إلا الالتقاء على طاولة الحوار والاتفاق على برنامج يضمن إنقاذ البلاد. نعم.